الآن نشرة الأخبار مع سؤد الطارق. نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. جرف الصخر بوابة لتفكيك الأزمات، الشيخ الخنجر يعلنها أيام قليلة ويعود أهالي الناحية، نبأ سار يلقى ترحيبا سياسيا وشعبيا واسعا. فقر وتضخم وغلاء أسعار، تراجع الدينار أمام الدولار يكشف حقيقة غير التي ادعاها وزير المالية بعدم تأثر الأسواق. وخلافا لتوجيهات المفوضية والقيادات الأمنية، إطلاق نار خلال تجمع انتخابي أقامه تحالف سياسي في الأنبار. زف رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر نبأ طال انتظاره يتعلق بقرب عودة أهالي جرف الصخر إلى منازلهم والذين تقدر أعدادهم بآلاف العائلات بعدما ابتعدوا لسنوات عن مدينتهم الواقعة شمال بابل. ذكر الشيخ الخنجر في تغريدة له أن أياما قليلة ويعود أهلنا في جرف الصخر إلى بيوتهم آمنين مطمئنين، وبجهود خيرة من إخوة وأصدقاء وقفوا معنا في إنصاف آلاف العائلات المظلومة، مستدركا بالقول ليعود أهل جرف الصخر إلى ديارهم ومكانتهم في بناء العراق وليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة الأمن ومحاربة الإرهاب والتطرف. هذا ولاقت تغريدة الشيخ الخنجر التي أعلن فيها قرب عودة أهالي جرف الصخر إلى مناطقهم صدى سياسيا وشعبيا واسعا لما لهذه المدينة من أهمية من جهة وحلحلة مشكلاتها الأمنية والمجتمعية من جهة أخرى. وأثنى سياسيون ونواب وفعاليات شعبية وأخرى رسمية على مواقف الشيخ الخنجر المشرفة، واتفقوا أيضا على أهمية إرجاع حق كل مظلوم ومستضعف عراقي شرقا وغربا شمالا وجنوبا بعد خطوة مليئة بالأمل تمثلت بقرب عودة أهالي جرف الصخر. بدورهم ثمن قياديون في تحالف عزم الحراك الحثيث الذي يقوده رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر لإعادة نازحي جرف الصخر إلى مناطقهم، لافتين الانتباه إلى أن الشيخ الخنجر قاد تفاهمات وحوارات لإعادة النازحين قريبا، فيما أكدوا لقناة الفلوجة أن الأيام المقبلة ستشهد أيضا انفراجة في ملف المغيبين قسريا. الحمد لله، وبعد جهد كبير ومضني ولقاءات وتشاورات مع الشركاء في بغداد، هناك بادرة إن شاء الله خلال الأيام القادمة تم الاتفاق عليها، وهي عودة أهلنا في جرف الصخر، ونأمل أن تتبع هذه البادرة الجيدة اتفاقات أخرى في إنهاء معاناة أهلنا في مخيمات النزوح في سنجار و بعض المناطق المتنازع عليها، وسيكون هناك جهد حثيث أيضا في معالجة ملف المغيبين مع الأطراف ذات العلاقة، وإن شاء الله سيتم حسم هذه الأمور وستكون هناك بشرى لأهالي وذوي المغيبين المظلومين. نحن مع عودة النازحين إلى ديارهم. الحقيقة ملف النزوح يجب أن يغلق. بالأمس قرأت أنه ما زال هناك بحدود 37 أو 38 ألف نازح في المخيمات، وهذا الرقم يعتبر رقم كبير قياسا إلى سنوات ما بعد التحرير. نحن الآن في السنة الرابعة على التحرير، يفترض أن يعود النازحون إلى أماكنهم إلى قراهم، تدفع لهم تعويضات لترميم دورهم. هذا وأكد القيادي في تحالف عزم محمد الكربولي أن رئيس التحالف الشيخ خميس الخنجر قاد حراكا حثيثا طوال أكثر من عام لضمان عودة نازحي جرف الصخر إلى مناطقهم، مبينا خلال حديثه لقناة الفلوجة بأن الدفعة الأولى من النازحين العائدين ستتراوح بين 10,000 إلى 20,000 عائلة
مدققة أمنية. مبادرة كريمة من الشيخ خميس حقيقة، أكثر من ممكن 6 أشهر إلى سنة يعمل على هذا الملف. احنا نعتقد هو هذا من الملفات المهمة لتخص المكون وتخص شريحة كبيرة عانت أكثر من 6 سنوات بعد تحرير مناطقهم إلى العودة والاستقرار، وممكن هي باب من أبواب خلينا نقول التصالح المجتمعي في تلك المناطق. إن شاء الله الساعات القليلة أو الأيام القديدة حبلة في عملية زف بشرة إلى أهلنا وناسنا على جرف الصخر. أعتقد أول دفعة راح تكون من 10,000 إلى 20,000 عائلة سوف مدققة أمنياً، وسوف تكون دخولهم آمناً إلى مناطقهم. أما فيما يخص ملف المعتقلين والمغيبين اللي هو أنا تكلمت به من الملفات أيضاً الضاغطة اللي نعتقد إحنا هو عملية استقرار المجتمع العراقي واستقرار المجتمع السني بين قوسين في عملية إنصاف أهلهم وناسهم وإخراج البريء من السجون بقانون عفو أولاً، وإنصاف المغيبين اللي كانوا يعني لقمة صائغة للميليشيات وعملية اعتقالهم وانقادوا إلى جهة مجهولة. إلى ذلك أشار القيادي في تحالف عزم سالم العيساوي إلى عدم وجود أي أغراض انتخابية وراء الحراك الذي تبناه رئيس التحالف الشيخ خميس الخنجر بشأن إعادة أهالي جرف الصخر، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحالف لا يمتلك أي مرشح للانتخابات في الناحية شمالية محافظة بابل. يحاولون بانحراف أو يحرفون هذا الملف كونه ملف انتخابي، نحن نقول في تحالف عزم لا، هذا ملف إنساني بحت، هذا الملف يسبق موعد الانتخابات ويسبق الانتخابات، بل للأسف الشديد اليوم أبناء جرف الصخر ضحوا بالمال والعيال والحلال واليوم مهجرين، فبالتالي أخذ تحالف عزم هذه القضية من أهم القضايا اللي يحملها على عاتقه الشيخ خميس الخنجر كرئيس تحالف و قيادة عزم بشكل عام. هذا الملف لم يكن انتخابي، ولن نسمح لأنفسنا بأن نتعامل مع هكذا ملفات إنسانية بأن تكون انتخابية أطلاقا. المهم بأن نكون نعم أصحاب قضية. هذا الملف يجب بفضل الله بإذن الله بأن يكون هذه نعم بوابة خير بمناقشة وحل الملفات العالقة في مناطقنا وفي محافظاتنا. من جانبه أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق أنس العزاوي أن قادة سياسيين يتحركون فعليا لحسم عودة نازحي جرف الصخر إلى مناطقهم، مشيرا خلال حديث لقناة الفلوجة أن البوادر باتت واضحة لإغلاق ملف النزوح في جرف الصخر. يعني خلال هذه الأيام القليلة كانت هناك بوادر واضحة وإعلانات صريحة من قبل زعامات سياسية محترمة ومن قبل الحكومة الاتحادية وأيضا بعض الإشارات من وزارة الهجرة والمهجرين إلى قرب حسم ملف العودة وملف النزوح والعودة لهذه العوائل، وبالتالي نكون أمام استكمال ملف إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم. هذا الملف الإنساني الذي تعمل عليه المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وهناك توجه وهناك متابعة دولية لهذا الشأن. إذن جرف الصخر ناحية تابعة لقضاء المسيب شمالية بابل، تبعد نحو 60 كيلومترا جنوب غرب بغداد العاصمة، تبلغ مساحتها 50 كيلومترا مربعا. تلك الناحية تسكنها نحو 40,000 أسرة، معظم ساكنيها من قبيلة الجنابيين. اعتاد سكان جرف الصخر على العمل بالزراعة، خصوصا وأن أرض تلك الناحية خصبة وملائمة لزراعة مختلف المحاصيل والفواكه. بالعودة إلى ما بعد العام 2003، حيث عانت ناحية جرف الصخر من اضطرابات أمنية سهلت دخول عناصر القاعدة لها، وفي 2014 شهدت عمليات تحرير من إرهاب داعش، ما أدى إلى إخلاء تلك الناحية من سكانها بالكامل لدواع قيل إنها أمنية. هجر سكان الناحية إلى مدن في بابل، الأنبار، محافظات أخرى، وعجزت الحكومات المتعاقبة منذ تلك السنة عن دخول الناحية، كما لم تتطرق القيادات السياسية لأي مبادرة لحل القضية طوال تلك السنوات. لكن الشيخ خميس الخنجر فقط من انفرد بمتابعة قضية جرف الصخر طوال السنوات الماضية،
إذ أجرى الشيخ الخنجر مباحثات مع جميع الأطراف لإعادة أهالي الناحية إلى مناطقهم. بعد تلك المباحثات المستفيضة زف الشيخ الخنجر البشرى لأهالي الناحية، بشرى عودة آمنة مطمئنة إلى الناحية بعد انتظار طال أمده. اقتصاديا وتحديدا من ملف سعر صرف الدولار وانعكاسه على السوق المحلية، حيث أشارت اللجنة المالية إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار في الأسواق تكون من خلال ضبط أسعار المواد المستوردة، مؤكدة أن مبررات تغيير سعر صرف الدولار لم تعد موجودة الآن. وأضافت اللجنة المالية أن السيطرة على سعر الصرف تكون أيضا من خلال معالجة التذبذب في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في السوق المحلية ودعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة لغير الموظفين. وبالرغم من مضي 6 أشهر على تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، إلا أنه لم يحقق فائدة حقيقية للاقتصاد، بل خسر الدينار العراقي أكثر من ربع قيمته ليتجاوز الدولار الواحد أكثر من 1500 دينار عراقي. دون ضرر أبداً على الفئات ذو الدخل المحدود أبداً. لن يؤثر على أصحاب الدخل المحدود والفئات الفقيرة. خطوة غير مدروسة اتخذها وزير المالية العراقي بتغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، وذلك بزعم حماية الاقتصاد العراقي. لكن هذا القرار سرعان ما انعكس سلبا على السوق العراقي وأنتج مشكلات عدة أسهمت في تردي الواقع الاقتصادي كارتفاع أسعار السلع ونسب التضخم وارتفاع معدل الفقر. وبالرغم من إصرار الحكومة على عدم التراجع عن تغيير سعر الصرف، إلا أنه لم يحقق فائدة حقيقية للاقتصاد، خاصة وأن العراق يعتمد كليا على النفط في إيراداته. وبهذا قد خسر الدينار العراقي أكثر من ربع قيمته ليتجاوز الدولار الواحد أكثر من 1500 دينار، في وقت يقبع ربع سكان العراق تحت خط الفقر، أي أن قرابة 10 ملايين إنسان في البلاد يعيشون بأقل من 3000 دينار في اليوم الواحد. ونتيجة لما آل إليه هذا القرار والمخاوف من تزايد الأمور سوءا، طالب مواطنون برفع سقف رواتب الموظفين والمتقاعدين وخفض بدل الإيجار للمنازل والمحال التجارية، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. تعويم العملة في العراق مجازفة محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل نظام مصرفي ضعيف لا يتمتع بالشفافية وفق مؤشرات مالية دولية، إذ إن خفض قيمة الدينار أمام الدولار خلال الأشهر الستة الماضية كانت له تداعيات سلبية عديدة. المأزق الاقتصادي لم يخرج منه العراق حتى بعد تعويم مدارا لعملته وسط اضطراب السوق من قبل اللاعب الوحيد في تلك المعادلة هو البنك المركزي، إلا أن المتاح من موارد العملة الأجنبية بيد أفراد وأشخاص متنفذين لا سلطة مالية للجهاز المصرفي والمؤسسات المعنية عليهم. ثمة أسباب عديدة تحتم تلك الأسباب على العراق وقف تعويم العملة، خصوصا أنها لم تحقق فائدة حقيقية لاقتصاد الريعي يعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير، ومنها الانعكاسات السلبية على القدرة الشرائية للمستهلك خاصة الفئات المتوسطة والفقيرة جراء ارتفاع أسعار السلع في السوق، بالإضافة إلى رفع نسب التضخم وارتفاع معدل الفقر. نتيجة لكل ذلك خسر الدينار العراقي أكثر من ربع قيمته، وبات الدولار الواحد يعادل 1500 دينار في وقت يقبع ربع سكان العراق تحت خط الفقر وفق آخر دراسة حكومية بالتعاون مع البنك الدولي، أي أن قرابة 10 ملايين إنسان في البلاد يعيشون بأقل من 3000 دينار
في اليوم الواحد، بالتالي زادت مخاوف المواطنين من ضغوط أكبر تزيد الأمور سوءاً بعد إقرار موازنة 2021 التقشفية، وبرزت مطالب تنادي برفع سقف رواتب الموظفين والمتقاعدين وخفض أسعار بدل الإيجار للمنازل السكنية والمحال التجارية، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية. رغم كل ما تقدم، يواصل البنك المركزي ضخ الدولار إلى السوق بذريعة محاولة السيطرة على ارتفاع أسعار الصرف، وسط تحذيرات مسؤولين وخبراء اقتصاديين من أن ذلك سيزيد من الفساد في مزاد بيع العملة، لا سيما وأن 3 شخصيات لديها 6 مصارف تسيطر بشكل كبير على مبيعات البنك المركزي من العملة، كما أن الدولار آخذ بالارتفاع رغم محاولات كبح سعره أمام الدينار المتهاوي. أما الآن ينضم إلينا وحول هذا الموضوع بالتحديد الخبير الاقتصادي الأستاذ صفوان قصي. أهلا بك أستاذ صفوان. يعني 6 أشهر مضت حتى هذه اللحظة على قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، تسبب كل ذلك بنتائج ربما استعرضنا جانب منها، ما الجدوى بالتالي؟ ما الجدوى من كل ذلك؟ الجدوى الاقتصادية من كل ذلك؟ طبعا عملية تخفيض قيمة الدينار جاءت متأخرة. العراق واجه أزمة حقيقية في سنة 2020، لكن الحكومة لم تقم بعملية تخفيض مستوى الانفاق العام، والبرلمان العراقي ساهم في عملية تمويل العجز من خلال احتياطيات البنك المركزي. هناك ما لا يقل عن 20 مليار دولار سحبت خلال سنة 2020. طبعا المشكلة ترتبط بارتباط الاقتصاد العراقي بالنفط، فعملية تعرض النفط النفط إلى الصدمة الخارجية أدت إلى أن السياسة النقدية تتدخل لتمويل العجز بهذا المبلغ. حاليا مع مرور 6 أشهر من سنة 2021، احتياطيات البنك المركزي استطاعت أن تنمو بما لا يقل عن يعني 2 مليار دولار شهريا. نعم، المستفيد الوحيد من هذه المعادلة هو احتياطيات البنك المركزي. نعم، لكن على حساب الفئات أن تساهم في إطلاق الأضعف، على حساب كل ذلك حصل على حساب ذوي الدخل المحدود. نعم، على حساب من يمتلك الدينار العراقي. حاليا هناك عدم ثقة بالدينار العراقي، وأغلب العراقيين الذين يمتلكون مدخرات تقدر ب 47 تريليون دينار خارج النظام المصرفي، حاليا يحاولون استبدال هذه العملة أو وضعها في عقارات في أراضي. حاليا هناك حملة من أجل إعادة الثقة بالدينار العراقي. نعم، البنك المركزي حاليا يدافع عن سعر الصرف القانوني المقر في الموازنة 1450، وتدريجيا يستطيع البنك المركزي من خلال ارتفاع إيرادات النفط أن يحافظ على هذا السعر. وزارة المالية كانت تطمح من خلال تخفيض قيمة الدينار إلى أن تتحرك القطاعات الإنتاجية الزراعية الصناعات الغذائية. نعم، أصبحت هناك يعني نوع من المنتج المحلي، لكن السياسة الزراعية يفترض طبعا بالتكامل مع السياسة المائية يفترض أن نكون خارطة لتفعيل دور الإنتاج المحلي لامتصاص الأيدي العاملة وتخفيض نسبة الفقر. وهذا يعني هناك ألم يكن يعني لابد أعتذر منك يعني أستاذ صفوان، هذا ألم يكن من المفروض أن يؤخذ بالحسبان عند عملية يعني تعويم سعر صرف الدينار العراقي بطريقة مدارة كما يعني ورد في الموازنة؟ نعم، يعني احنا حقيقة طالبنا منذ البداية أن يكون قرار تخفيض الدينار بعد قرار استرداد أموال الفاسدين، وأن يسمح للبنك المركزي من أجل يعني عدم الإضرار بالطبقات الهشة، أن يسمح للبنك المركزي بعقد جلسات لبيع العملة الصعبة الدولار لتمويل
المفردات التي هي بتماس بحياة الفقراء. يعني الفقير لا يقتني السلع الكمالية، فيفترض أن يكون لدينا سعر مدعوم من قبل البنك المركزي لشراء السلع التي تمس حياة المواطنين. مع ذلك اللجنة المالية الحقيقة من خلال البيان اليوم بالتأكيد هي وضعت يدها على موضوع حوكمة إجراءات حركة المال من داخل العراق إلى خارج العراق، وما هي السلع التي يتم استيرادها. لا تزال هناك منافذ غير رسمية، دولار حر يباع خارج العراق نتيجة ارتفاع الفواتير وقيمها الظاهرة. الملحق الاقتصادي في دول المنشأ يفترض أن يمارس دوره. وزارة التخطيط يفترض أن تتكامل إجراءاتها مع وزارة التجارة من أجل فعلا استيراد المواد التي تستحق الاستيراد. نأمل أن تستطيع الحكومة من خلال حوكمة مثل هذه الإجراءات وإعادة النظر في سعر الصرف أو دعم الطبقات المتدنية من الطبقة الخامسة فما دون ب100,000 دينار مقطوعة. حاليا فرق السعر قد يوفر ما لا يقل عن 4 تريليون دينار شهريا. هذه 4 تريليون بإمكانها أن تدعم مبادرات لعدم المساس بحياة الطبقات الهشة. الخبير الاقتصادي صفوان قصي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. انتخابيا، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن العراقيين سيكون لهم دور في بناء المستقبل من خلال مشاركتهم الواسعة في الانتخابات واختيار الأفضل لما يمثلهم، وذلك في 10 من تشرين الأول المقبل. الكاظمي وفي بيان له أشار إلى أن المرجعيات الدينية حذرت من استغلال فتوى الجهاد الكفائي سياسيا واقتصاديا لصالح مشاريع غير وطنية، مضيفا أن حكومته انتهجت الابتعاد عن سياسة ردود الفعل التي قادت البلد نحو الكوارث. هذا ونفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمان الغلاي الأنباء التي تتحدث عن فتح باب الترشيح والتسجيل للمرشحين، مؤكدة خلال تصريح خاص لقناة الفلوجة أن المفوضية ستعلن قريبا القوائم النهائية للمرشحين بعد ورودها من جهات التدقيق، مشيرة إلى أن تصويت النازحين والقوات الأمنية سيكون بالبطاقة البيومترية حصرا. لا يوجد فتح باب ترشيح للمرشحين إطلاقا، حتى المنسحبين لا يحق لهم الدخول مرة ثانية في أي تحالف أو أي حزب أو حتى إذا كان مرشح فرد. الينسحب ينسحب انسحاب مطلق ولا يحق له العودة للانتخابات مرة ثانية. التحقق من الأهلية يحتاج ل 15 يوم بالنسبة لهم لجهات التحقق، فضلا عن أنه إحنا لما انهينا التدقيق، لأن إحنا ندقق المرشحين 3523 مرشح، فضلا عن ذلك ندقق بيانات الداعمين للمرشحين الفرد، لأن يعني كل مرشح فرد إلى 500 داعم، فندقق عدم يعني ازدواج الاسم في بين مرشحين أو آخرين، فيجب أن ما يتكرر الاسم. فالعمل لازال جاري وإن شاء الله قريبا، يعني لم يبقى إلا القليل إن شاء الله، النازحين ونزلاء السجون وقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالبطاقة البيومترية حصرا. وفي سياق ذي صلة، تداول ناشطون مقطعا مصورا في محافظة الأنبار يظهر فيه أشخاص يطلقون العيارات النارية خلال تجمع انتخابي أقامه تحالف سياسي خلافا لتوجيهات قيادة عمليات الأنبار وتعليمات مفوضية الانتخابات. جاء ذلك التجمع بعد إعلان مفوضية الانتخابات جملة من الضوابط والشروط لإقامة التجمعات الانتخابية التي تمنع استخدام السلاح فيها، كما ويخالف أيضا قانون الانتخابات الذي ينص على إنهاء المظاهر المسلحة، الأمر الذي يشكل عائقا كبيرا أمام نجاح العملية الانتخابية. فيما طالب أنباريون قيادة العمليات بضرورة محاسبة مطلقي العيارات النارية، لا سيما وأن التوجيهات الأمنية واضحة في ذلك الخصوص باعتقال كل من يطلق العيارات في محافظة الأنبار. كفو كفو كفو.
كفو الراس أمنياً. وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي ضباط ومنتسبي الوزارة بعدم التدخل في ملف الانتخابات والتجاذبات السياسية والبقاء على مسافة واحدة من جميع المرشحين. قال الغانمي خلال اجتماعه مع عدد من ضباط الشرطة في محافظة نينوى إن مهمة الأجهزة الأمنية هي توفير الأمن والأجواء الملائمة للانتخابات وليس التدخل فيها. تحدثنا عن الانتخابات المبكرة، ما هو دور القوات الأمنية وما مطلوب الحيادية في العمل الأمني فقط، عدم الدخول في التجاذبات السياسية أو الدعايات الانتخابية، لأن دائما المؤسسات الأمنية مستقلة. التوجيه لهم كان الوقوف على صف واحد من جميع المكونات والكتل والأشخاص المستقلين المشاركين في الانتخابات أمنيا. أيضا بالانتقال إلى محافظة ذي قار، إذ وقع نزاع بين قبيلتين بسبب خلاف على لعبة كرة قدم في قضاء سوق شيوخ مستخدمين فيه أسلحة خفيفة وثقيلة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين. تفاصيل أكثر مع مراسلنا من هناك سعد الركابي. تحية طيبة. اندلع ليلة البارحة نزاع عشائري في ناحية الحكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار. هذا النزاع بسبب لعبة كرة قدم في ملعب خماسي بين عشيرتين. تطور هذا النزاع ليلة البارحة وإلى حد الآن مستمر. بحسب مصدر أمني لحد هذه اللحظة وصول 4 جرحى إلى مستشفى الحسين التعليمي إضافة إلى مسرح شخصين. القوات الأمنية لحد هذه اللحظة لم تستطع الدخول إلى داخل هذه المنطقة لفك هذا النزاع أو تهدئة الوضع لحد هذه اللحظة. لحد هذه اللحظة النزاع مستمر في ناحية الحكيكة جنوب محافظة ذي قار. من قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة سعد الركابي، قناة الفلوجة. في الشأن الخدمي، تابع محافظ كركوك راكان الإجبوري أعمال صب الطرقات ضمن مشروع تأهيل وتطوير عدد من الأزقة والطرق في حي النصر والمناطق المحيطة. شدد الجبوري على استمرار الأعمال في محافظة كركوك بما يحقق التقدم في عموم المشاريع الخدمية، مشيرا إلى أن هناك حزمة من المشاريع التي ستنفذ في الأيام المقبلة ضمن خطة موازنة 2021. ختاما، مع ارتفاع درجات الحرارة يهدد الجفاف وشح المياه أكثر من 50 قرية بالنزوح من ناحية بهرز في محافظة ديالى. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق التقرير الآتي. أكثر من 50 قرية مهددة بالنزوح هنا جنوب ناحية بهرز، يسكن ما يقارب 100,000 مواطن يعانون العطش منذ مطلع موسم الصيف الحالي. هذه القرى تعتمد على نهر خريسان الذي جف نتيجة جفاف بحيرة حمرين بعد قطع روافدها من دول الجوار. تمر ناحية بورز وقراها بأزمة مياه قوية تؤدي إلى انقطاع الماء عن الأسالات التي تغذي ماء الصالح للشرب داخل ناحية بورز، والذي تبلغ أكثر من 50 قرية مهددة بالجفاف، والذي يعتمدون على الزراعة وعلى كذلك على الثروة الحيوانية مما يضطرهم إلى النزوح. الدار للبيع لافتة شائعة في هذه المناطق، العوائل تبحث عن مصدر مياه، أما من تبقى فقد اعتمد بشكل كامل على حفر الآبار التي لا تصلح للاستعمال البشري في أغلب الأحيان. يمكن صار بالثلاث أشهر ما مخلي بالمغطورة مي حلو. الله وكيلك ومحمد كفيلك، نترسها مي بير، وهذا البير اللي ما ينجر حتى يعني مال فصاخه مال النهر، والرده ما تجينا شويه مي الرده نفرقه
وعلى سناد جيل حلو بعد ما واصل المقطورة وينقطع الله وكيل وميت المنطقة إلى درجة سنوات. وهذه العوائل تناشد كل موسم صيف ولا من مجيب لهم سوى من مثلهم من قيادات تحالف عزم، حيث يتواجدون ويشاركون الأهالي الفرح والحزن وحتى العطش بحسب ما ذكروا لنا. الرجل يعني جاء وتواصل ويانا يعني، وكل واحد زايده ناقصه يجي خطيه، حتى بمناسباتنا بحزاننا يشاركنا محمد قتيبه، هذا شهاد الله زين، يعني فاتحه عرس الرجل يجي. تبقى بعض مناطق ديالى احدى ضحايا حرب المياه التي يبدو ان العراق احد ضحاياها دون اي تدخل جدي من قبل الحكومه للحفاظ على الحصة المائية. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. جرف الصخر بوابة لتفكيك الأزمات، الشيخ الخنجر يعلنها أيام قليلة، ويعود أهالي الناحية نبأ صار يلقى ترحيبا سياسيا وشعبيا واسعا. فقر وتضخم وغلاء أسعار، تراجع الدينار أمام الدولار يكشف حقيقة غير التي ادعاها وزير المالية بعدم تأثر الأسواق. وخلافا لتوجيهات المفوضية والقيادات الأمنية، إطلاق نار خلال تجمع انتخابي أقامه تحالف سياسي في الأنبار. والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة.tv أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية. We'll be right back.